التواصل يستمر في هذه الانطلاقات وانطلاق جديدة للشوط الثالث عشر الخاص بالابكار الذي ينطلق امام حضراتكم لنتابع المقدمة والمركز الاول هملولة يمع بن محمد بن خلفان المزروعي ياتي مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول خلال هذا الانطلاق. المركز الثاني الشاهينية يريو بن سعيد بن يريو المنصوري، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر هي أيضا الشاهينية تتواجد في هذا الانطلاق لسالم بن حمد بن سالم بن دري الفلاحي. ننتقل إلى المركز الرابع علاق قاسم بن عامر بن سعيد المشايخيات أيضا لدى وجود علاق، وتدخلت أيضا بشعير عبد الله بن عبيد بن عاضد المحيري، هو من يقدم ضخائر خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع بالمركز الثاني مباشرة. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة التي تظهر أمام حضراتكم خلال هذا الانطلاق المميز. العودة إلى الصدارة بعد متابعة كل الأبكار المشاركة والمنطلقة في هذا الشوط. القيادة وجود أيضا حملولة يمع بن محمد بن خلفان المزروعي يعلن بانطلاقها ووجودها مع المقدمة ومع الصدارة خلال هذا الانطلاق. المركز الثاني ضخائر عبد الله بن عبيد بن عاضد المحيري، وثالثا هي الشاهينيه سالم بن حمد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم مع وجود ايضا الشاهينيه في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. ننتقل الى المركز الرابع ليريو بن سعيد بن ليريو المنصوري، هي الشاهينيه تتواجد في المركز ايضا الرابع خلال هذا الانطلاق وخلال هذا التحدي الكبير. ولكن شوف الاسماء القادمة بالانطلاق والقادمة أيضا بالتحدي والإثارة لليل كلمة الناموس مع نهاية هذه الأمتار ومع نهاية هذه التحديات المثيرة. القيادة عنوانها هملولة، انطلاقها ووجودها هملولة. المركز الأول تقود الشوط يمع بن محمد بن خلفان المزروعي يعلن بالانطلاق وبالإبداع لدى مقدمة هذا الشوط. ضخائر عبد الله بن عبيد بن عاضد المحيري يعلن ايضا بانطلاقة وجود ضخائر بمنافسة قوية مع ايضا حملولة في انطلاقة هذا الشوط. المركز الثالث قازية وصلت باول ندى لها، اول ندى لقازية، خذت المركز الثالث لسعادة سيف بن احمد بن محمد بن بطي القبيسي يتقدم مع وجود هذا الاسم وانطلاقة هذا الاسم، وهي ايضا متواجدة قازية على المركز الثالث. الله، المركز الرابع لمحمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي. ولكن شوف المقدمة، تابع الصدارة، تابع ايضا القيادة في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع القوي بوجود ايضا ضخائر عبد الله بن عبيد بن عاضد المحيري يعلن ايضا بانطلاقة هذا الاسم وجود هذا الاسم خلال هذا الابداع المتميز والانطلاق المبهر امام الجميع. ما شاء الله، هي ضخائر والعصا في الابطان،
ضخاير والعصافة الأبطان تقود المسار قيادة ذاتية تلقائية بلا أوامر بلا تعليمات. تهانينا لعبد الله بن عبيد بن عاضد المحيري على فوز ضخاير. المركز الثاني لسعادة سيف بن أحمد بن محمد بن بطي، ثالثا ليمع بن محمد بن خلفان، ورابعا لمحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي. 4:44 هو توقيت ضخاير. تهانينا لعبد الله بن عبيد بن عاضد المهيري.